المؤتمرات الكبرى بالأقصر احتفالا كبيرا بعيد الأم نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأهالي المكرمات. يأتي هذا الحفل في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة. التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهدت قاعة المؤتمرات احتفالا كبيرا بعيد الأم نظمته إحدى مؤسسات المجتمع المدني. يأتي هذا الاحتفال في إطار اهتمام الدولة المصرية بالمرأة بصفة عامة والأم بصفة خاصة، كونها شريكا أساسيا في نهضة المجتمع وإعداد جيل من الشباب قادر على تحمل المسؤولية. تضمن الحفل عدة فقرات فنية واستعراضية، وفي نهاية الحفل تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات وتقديم لهن شهادات تقدير، بجانب تقديم بعض الهدايا العينية والتقاط الصور التذكارية. أتينا اليوم بدعوة كريمة طيبة من مجلس الشباب المصري لإحياء ذكرى عيد الأم. أعاده الله علينا وعليكم وعلى جميع أمهاتنا بالخير واليمن والبركات. وعندما نذكر تكريم الأم فقد كرمها رب العزة من فوق السبع الطباق، كرمها الخالق قبل أن يكرمها المخلوق. نعم الأم هي مدرسة، نعم إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، هي التي تعدك وتعد إخوانك وتعد إخواتك. وجئنا لنحيي ذكرى هذه، لا والله جئنا لنحيا بذكرى عيد الأم وحب الأم. أتينا للدعوة هنا من أجل احتفالية الأم المصرية، وطبعا تاج على رؤوسنا الأم المصرية، يعني احنا ما نقدرش نتأخر لحظة في وجود هذا الاحتفال بحضور كوكبة من العلماء ورجال الدين الإسلامي والمسيحي وقيادات الأقصر الشعبية والتنفيذية والقيادات المجتمع المدني والمحلي. النهاردة الحفلة عن عيد الأم الذي تعد شعبا تبني أسرة تصلح من المجتمع تنجب العلماء والمفكرين والأدباء. احنا النهارده بصدد فعاليه كبيره لتكريم الامهات المثاليات على مستوى محافظه الاقصر. مجلس الشباب المصري تحت قياده الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الامناء، النهارده احنا بنكرم امهات محافظه الاقصر، وبنوصل كمان شكر وتقدير واحترام لكل الامهات على مستوى جمهوريه مصر العربيه، وشكر كبير لرئيس الجمهوريه السيد الفاضل عبد الفتاح السيسي. وانا بشكر جميع الداعمين لنا في هذا الحفل الكريم. هي النهارده الاحتفاليه بمناسبه الام المثاليه، احتفالا باعياد الام واحتفالا بكل ام قدرت تكافح وقدرت تضحي او عدت بمجموعه كبيره من الصعاب عشان تقدر توصل بابنائها لبره امان. فاحنا تقديرا لدور الام ودور المراه في مصريه، بمناسبه كمان اليوم العالمي للمراه في شهر 3، فالحقيقه ان احنا مجلس الشباب دايما بندعم المرأة في كل المجالات، وبنحاول ان احنا نقدم كل الدعم وكل اللي يهم المرأة يعني بشكل كبير، لان طبعا دي السياسة التنموية ومن الجديدة اللي بيرسلها سيادة الرئيس. كنت معكم من الأقصر إيمان عبد الفتاح.